طيب بص بقى، خليني ابدا معاك شويه اسئله سريعه كده. بس نبدا بمين اصعب مدافع انت لعبت قدامه، سواء بقى في البال في افريقيا او في امريكا او حتى في مصر، لو في واحد في كل بطوله ما فيش مشكله. في مصر ماشي، عمر هشام. نبدا في مصر اشمعنى؟ عشان بتمرن معاه دايما، دايما ماسكني في التمرين. هو اجريسيف قوي، ده بيخليني ان انا لعب احسن بكتير. لما اجي اقابل ناس تانيه بيخليني ان انا مستريح اكتر. هو ممكن اكتر مدافع في مصر عمر هشام. بس لو في فرق منافسه، منافسه بقيت 4 سنين في مصر، فما اعرفش يعني. بس هو اكتر مدافع في مصر عمر هشام. ماشي. وفي البال السنه اللي فاتت وائل عراجي، هو اكتر مدافع دفع عليا، كان صعب برضه. وفي الام بي اي او في الجامعات في امريكا مش الناس، بس ممكن مش عارف انا اسامي طبعا، بس اكيد انت هتشرح لنا حاجه حصلت لك. لعيب معاه اسمه ديفيد سلون، هو سينيور اخر سنه ليه في الجامعه، فهو عنده اكسبيرينس طبعا فظيعه في الموضوع دوت. هو دلوقتي بيلعب جي ليج، عمل جي ليج كونتراكت اول امبارح، فالموضوع هو لعيب كويس جدا، هو شاطر قوي، بس هو بيعرف يدافع صح. مثلا انت لما بتشوتش كويس هو بيسقط، لكن هنا الموضوع ده في مصر ما بتلاقوهوش. زي يعني مثلا لو انا مهاب مثلا ما بعرفش شوت قوي، وانا هنا في لعيبه كتير في مصر ما تفهمش الموضوع ده، ما تعرفش تدافع ازاي على قدامك. فعشان كده انا بقول عمر هشام هنا، عشان هو بيعرف يدافع ازاي على قدامي. وكان في البال او على وائل عراجي، وبره لعب معايا في الجامعه اسمه ديفيد سلون. طيب مين افضل محترف لعبت جنبه في الزمالك؟ والتر هوج. ليه؟ علشان كان اجريسيف عليا قوي، كنت برضو قبل ما اسافر لامريكا. فلما يكون حد اجريسيف عليك قوي انت ساعات يعني في لعيبه ساعات بتزعل، بس ده بيخليك افضل بكتير، ويخليك بيخليك احسن بكتير. ولما بيديك نصايح انت بتعرف تطبقها ازاي، غير لما يكون محترف مش بيكلمك اصلا في الملعب. فالموضوع بيبقى مختلف. عشان كده هو كان دايما بيكلمني، بيقعد معايا، بيفهمني. فعشان كده انا بعتبره ان هو افضل محترف لعبت جنبه. لو هتختار مباراه واحده بس في مسيرتك مش هتنساها، هتبقى ايه مباراه ايه؟ مونستير، نهائي بطوله افريقيا. طب تفتكر عملت ايه لقطه في الماتش او حاجه انت كنت يعني مبسوط بيها جدا من نفسك في الماتش ده؟ انا اصل لما بصلي الكوره رحت جبت ثلاثيه، فلفيت وبصيت للمدرجات، وبعد كده قلت له اديني الهجمه الثانيه، فاهمني؟ فانت لما يعني كمان انس لما بيبقى معايا في الملعب بيعرف ازاي ينقل الطاقه الايجابيه اللي عنده. فيمكن الماتش، يمكن اللقطه ديت هي اللي فرقت معايا الماتش كله. فيمكن هو ماتش مونستير بطوله افريقيا ما اقدرش انساه. لاعب تطمنه وانت جنبه في الملعب. ينفع اقول لاعبين؟ طب قول الاول وبعد كده واحد. لاعب واحد انس اسامه، بطمن معاه في الملعب عشان هو فاهم هو بيعمل ايه، وفاهم ازاي يوظفك صح. هو مش هيد كوتش، هو لعيب جنبك، بس هو فاهم بيعمل ازاي كده. يمكن لاعب تاني برضو في الزمالك عمر هشام، عشان هو بعتبر ان هو مش كلاعب، كاخ كبير ليا، فدايما بينصحني في الملعب او خارج الملعب، فدايما بطمن معاه وانا جنبه. حتى لو ما كنتش مثلا هو مثلا مش في الملعب وبره، وانا مثلا عملت حاجه غلط، بيقول لي بسرعه عشان الحق نفسي. فالموضوع دوت مش اي حد يعمله معاك. تمام. طب لو هتختار لعيب من بره الزمالك ينضم للنادي، تختار مين غير عاصم الملعب؟ مصر او مصري؟ اختار دوله، احمد عادل، اتحاد. اشمعنى؟ علشان كل مره اقول لك اشمعنى. علشان هو اجريسيف، بيلعب ديفنس كويس قوي، وانا بحب لعب بتاع ديفنس، ما بيهتمش بالاوفنس، بالعكس هو لو جاله اوبن شوت بيشوت. بيلعب يعني البسيط، هو بيلعب بسيط، وكمان بيعمل ديفنس يعني، بيعمل ديفنس كويس جدا. فعشان كده يمكن احمد عادل او اسماعيل احمد. بس طب واسماعيل احمد برضو ليه؟ اسطوره طبعا، بقاله كتير قوي في الملاعب، لعب في حتت كتير جدا. فان انت تلعب مع لعيب زي كده طبعا بتاخد خبره منه غير طبيعيه. طب لو قدامك انت تختار من بطولتين، تكسب دوري ولا تكسب افريقيا، تختار ايه؟ افريقيا. عشان هي افريقيا ولا يعني، او مش عشان هي افريقيا، لان مسابقتين مختلفتين، وديت ان الدوري بيبقى دايما موسم طويل وبيبقى شوك، افريقيا ممكن تبقى مدتها قليله وعدد المباريات بيبقى اقل. هل شايف ان في حاجه سبب يرجح كفه بطوله على بطوله، ولا عشان هي بطوله قاريه على عكس بطوله محليه؟ لا مش عشان كده، بس انا بعتبرها ان هي بطوله اقوى بكتير. هي اقوى ومش سهله. واحنا السنه اللي فاتت لما خدناها بجد حسيت اننا عملنا مجهود. مثلا لعب قعدنا 28، حسيت ان احنا قعدنا سنه في البطوله دي. فبحسها بطوله مش سهله. مش قصدي ان الدوري المصري سهل، الدوري المصري برضه صعب جدا، بس انا اختار بطوله افريقيه.
طب لو هتلعب لعبه تانية، انت كنت بتقول احنا قلنا ان انت لعبت كوره، لو هتلعب لعبه تانية غير السله تحب تلعب ايه؟ فولي. اشمعنى؟ عشان كنت بلعب فولي وانا صغير، كنت كويس قوي فيها ولحد دلوقتي كويس قوي فيها، واعرف ناس كتير قوي بتلعب فولي في النادي عندنا، وساعات بلعب معاهم فلاقي نفسي برضو فيها. طب لعبت ايه تاني غير الكوره والسله والفولي؟ يعني شكلك لعبت رياضات كتير وانت صغير. لعبت كتير قوي، لفيت على النادي كتير قوي، لعبت سباحه برضو. بس لقيت نفسي فيها قوي الباسكت. يمكن بعد الباسكت فولي بس كده. طيب لو هتختار احسن لعيب في تاريخ مصر في السله؟ سؤال صعب قوي. بس انا ما شفتش الناس اللي لعبت قبل كده في الثمانينات او التسعينات. ممكن اقولك دلوقتي؟ ماشي قول دلوقتي. إذا احسن لعيب في مصر انا اسامه. بيعمل حاجات في الملعب ما حدش يعملها، وكمان لما بيكون في الملعب بيبقى الملعب في الديفنس اقوى بكتير قوي. مش بتكلم في الاوفنس، بتكلم في الديفنس، والاوفنس برضه بيعمل اللي عليه، فبحب لعبه وبحب اتفرج عليه وبتعلم منه كتير. طب بما انك انت لعبت كره قدم قبل كده، مين كان قدوتك في كره القدم وانت صغير؟ رونالدينيو. ماشي. رونالدينيو ساحر هنا في مصر بقى؟ في مصر شيكابالا. كنت بشوفه وانا صغير، كمان وانا صغير كان هو في العشرينات او حاجه زي كده، فكان كل ماتش طبعا جونين جون، فطبعا كان بنقعد نستناه يعني. هو طبعا اسطوره ولحد دلوقتي اسطوره. طيب لو هنقول برضو في السله في الطايره، يعني لو ليك نجم مفضل في الطايره، بما انك برضو لعبت طايره وتقول انت لسه مكمل فيها دلوقتي في الطايره. انا ممكن اقول دلوقتي عشان انا ما كنتش متابع قبل كده. رضا هيكل. هو رجع طبعا لما هو انا مش متابع قوي، بس هو كان بره وبعد كده رجع وخد الدوري والكاس مع النادي الزمالك، فاتفرجت عليه كذا ماتش وعجبني لعبه قوي، لما شاط الكوره جامد وجت في وش اللعيب، فهو بحسه اجريسيف واخد الموضوع جد جدا. فيمكن اروح دلوقتي مع رضا هيكل دلوقتي. تحب تكون ايه في لعبه كره السله؟ يعني توصل لايه في كره السله انت لسه او عايز توصل له؟ نفسي طبعا اكون ايقونه في كره السله زي ناس اساطير كتير قوي دلوقتي، وايقونه برضه نادي الزمالك. هو ده اللي انا، ده حلمي ان انا اكون حاجه كبيره قوي بعدين، وان شاء الله اقدر احقق دوت في نادي الزمالك وفي مصر كلها. طيب بالنسبه لك برضه بره في الـ NBA او بشكل عام بره، مين نجمك اصلا المفضل في الـ NBA؟ جيمي باتلر. ميامي هيت. نفس البوزيشن بتاعي بتفرج عليه دايما. بلعب لعب انا بحبه وبتعلم منه كتير، بتفرج عليه دايما عشان كنت في امريكا برضو. طبعا انت لما تكون قاعد في امريكا ماتشاته بتبقى قاعده مذاعه تلفزيون 24 ساعه. فهو بشوفه ان هو احسن لعيب دلوقتي في العالم. هل في لعيب تاني كنت بتتفرج عليه غيره؟ طبعا كوبي براينت، البرون جيمس، الناس دي كلها. بس هو دلوقتي جيم باتلر انا بحبه، علشان هو لما انت بتقود فرقتك ان هو تكسب، فهي دي بالنسبه لي احسن حاجه يعني، مش ان انت تلعب فردي. اخر حاجه بقى هوجه كلمه لجمهور نادي الزمالك، يعني معاك الكاميرا انطلق. انا فرحان ان انا رجعت تاني ومضيت مع النادي. طبعا لما كنت بمضي احساس غير طبيعي، كنت فرحان جدا، وان شاء الله اقدر اساعد الفريق في البطوله الافريقيه باذن الله، وناخد البطوله ونتواجد بالبطوله، سواء كنت موجود في البطوله الافريقيه او سواء ما كنتش موجود، بس ان شاء الله هاخد البطوله. وأوعد الجمهور السنة الجاية بإذن الله سنة استثنائية. السنة الجاية شعور غير طبيعي يعني، أنت تمضي نادي الزمالك 4 سنين. كان نفسي أعمل كده من زمان، بس كنت مخلص دراستي وكنت محترف بره، بس أنا دلوقتي موجود في نادي الزمالك، وإن شاء الله أقدر أحقق كل البطولات.